السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل العقوبة في النار سرمدية أم مؤقتة؟ كلمة سرمدية تعني بداية دون نهاية، وجود الشيء ابتداء واستمراره إلى دون نهاية إلا أن تدخل أحد وأوقف الاستمرار. هذا العنوان مهم جدا، نقاشه يقوم على محورين، محور فلسفي منطقي لا علاقة له بالكتب الإلهية، والمحور الثاني نقلي من خلال الكتاب الإلهي القرآن، وما يكون في القرآن ينطبق على الكتب الإلهية السابقة ضرورة، لأن القرآن هو الكتاب الكامل والجامع لما سبق، يمثل الكتب الإلهية كلها. نرجع إلى إذن المحور الأول الفلسفي. المحور الفلسفي الأول نقاشه ليس دينيا كما ذكرت، لذلك ينبغي أنه يكون النقاش منطقي، منطقي فلسفي واقعي، يقوم على قواعد منطقية. الأولى التي تتعلق بالحكمة للفاعل، معروف أن الإنسان إذا قام بذنب ما، جريمة أو أي شيء من الخطايا، عقوبته جريمته محدودة مهما كانت فظيعة ومهما كانت نتائجها سيئة على أرض الواقع، لكن هي في النهاية محدودة. ومن الطبيعي والمنطقي عندما تكون الجريمة محدودة ينبغي أن تكون العقوبة محدودة تتناسب مع الجرم. أما إذا تجاوزت العقوبة الجرم صار في ظلم وصار في نقض للحكمة بالنسبة للجهة اللي عم تحاسب. فإذا الجريمة محدودة يناسبها العقوبة المحدودة. لا يصح أن يقول أحدهم أن صح هذا الكلام منطقي أن الجريمة محدودة والعقوبة محدودة، ولكن هذا الكائن الإنساني ما زال في داخله وجود توجه نحو الجريمة وتعلق، ولو عفونا عنه ثم أن يعود، ولذلك بناء على نيته في الاستمرار في الجرائم سوف نحكم على نيته في تأبيد لا نهائي في العقوبة، يعني تصير العقوبة سرمدية، يعني بحيث هذا المجرم إذا بيتساءل أنه أنا خلصت عقوبتي ما تطالعوني، الفاعل بيقول له أنت صح خلصت عقوبتك، ولكن ما زال في نفسك إصرار على ممارسة العقوبة، وسوف الآن نعاقبك بناء على هذه النية. وهذا الكلام طبعا مرفوض بكل قوانين الأرض، يعني عند الكائن العاقل، لأنه لا يوجد حساب على النوايا، الحساب دائما على الأعمال. الإنسان إذا نوى أن يفعل شيء ولم يفعله لا يحاسب عليه. هذه قاعدة منطقية. القاعدة المنطقية هي نذكر ضمنها أنه الأعمال دائما لها غايات. يعني نحن لماذا نعاقب هذا الإنسان؟ نعاقبه لشيئين، العقوبة الأولى لإنزال الألم في مقابل الجريمة اللي عملها، اثنين لإصلاحه، لإصلاحه. فإن حصل الألم له الذي يناسب جرمه وحصل على الإصلاح، فمن الطبيعي أن يخرج أو أن تتوقف عقوبته. في حال حصل العقوبة وحصل الإصلاح وانتفى العفو عنه أو توقيف العقوبة أو إخراجه من السجن أو النار، تحول الأمر إلى السادية وانتفى عن الأمر الحكمة، صار فعل عبثي. بمعنى آخر، هل يصح الإنسان من ناحية المنطقية والحكمة أن يقوم بتصليح شيء انخرب، سيارة، ملابس، أي شيء انخرب عنده، هل يصح منطقيا وحكمة أن يقوم بإصلاحه وبعد أن يصلحه يحمله ويرميه في القمامة؟ هل يصح أن يقوم الإنسان بتعذيب الماء من العذاب، تعذيب بمعنى التصفية والتنقية والطهارة للماء الملوث اللي له شوائب،
أن يقوم بتعذيبه مرة 12 حسب ما يحتاج الماء من تعذيب من خلال فلتر أو شيء إلى ما لا نهاية، أم ينبغي أن يقوم بتعذيبه إلى أن يصل إلى الماء الطاهر الصافي الصالح للشرب؟ المنطق والحكمة بتقول أنه لازم يكرر عملية التعذيب إلى أن يصل إلى حالة طهارة الماء. السؤال، عندما يصل الإنسان في تعذيب الماء إلى المستوى الأعلى اللي هو الطهارة والتنقية والصفاء ومن ثم يصلح للشرب، فلا يصح منطقيا أن يتابع التعذيب للماء، لأنه صار إن استمر في تعذيب الماء بعد أن وصل الماء إلى العذوبة يصير عمله عبث، ينتفي عنه الحكمة وينتفي عن الفعل أي غاية أو قصد له. هذا تحليل منطقي فلسفي ابتداء يوصلنا ابتداء قبل ما ندخل في الآيات إلى إثبات مفهوم أن الثواب دائم. المنطق يقتضي عندما تنجح في عمل ما وأعطيك أنا جائزة أو مكافأة أو ثواب، لا أعطيك هذه المكافأة لمدة سنة أو سنتين وبعد سنتين رجعها، لا، تصبح ملكك وتحت تصرفك بشكل دائم دون أن تسألني أنه هل هي لي دائما أم لا. لا، المنطق يقتضي ذلك. بينما العقوبة، إذا تمت عقوبة فلان من الناس طبيعي أن يسأل الإنسان الذي وقعت عليه العقوبة كم مدة عقوبتي، طبيعي أن يسأل، والطرف الثاني بيقول له عقوبتك متعلقة بوسائل بمعطيات معينة مثل حسب جرمك، فأنت جرمك هذا بيستاهل 20 سنة، بيستاهل 30، مليون سنة، هذا المدة الزمنية، ولكن لا تخرج من العقوبة إلا بشرط أن تحصل على حالة العذوبة، تتعذب بمعنى أن تصل إلى حالة الطهارة والنقاء نفسيا، ويروح من داخلك الخبث والنجس. إذن اثنتين لازم يتحققوا. مثل آخر، المريض عندما يدخل إلى المشفى يدخل ليتعالج ويتعذب، طبعا خلال العلاج والتعذب حيصاب بألم نتيجة التعذيب والمعالجة في ألم، لكن هذا مؤقت، لكنه مرتهن بالحصول هذا المريض على المعافاة والشفاء. فإن حصل على مرحلة الشفاء والعلاج بصرف النظر عن المدة التي استغرقها يوم 12 سنة حسب مرضه، طبيعي جدا الطبيب بيخرجه من المشفى، لو انتهى دورك في المشفى اطلع برا. ليش؟ لأنه وجودك في المشفى بعد حصولك على الشفاء صار عبث، شو عم تعمل عنا؟ اطلع. هذا منطق ثابت، الثواب في الجنة دائم، العقوبة في النار مؤقتة تتعلق بوصول الإنسان أو تحقيق العقوبة فيه ووصول الإنسان إلى العذوبة، يتعذب يتطهر وبعد ذلك يخرج من في النار تباعا حسب وصول إلى هذا المستوى حسب ذنوبهم.